علامات لازم تعرفيها عن التفويض هتساعدك لتحديد أفضل وأعلى أوقات الخصوبة اللي هتوفر لك فرص أعلى لحدوث الحمل. معاكم النهاردة دكتورة ريهام الشال، أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وصعوبات العلاقة، وإحنا النهاردة في طبيبتي. نبدأ بسم الله. يعني إيه أصلاً التبويض؟ عبارة عن الكام ساعة اللي المفروض بتخرج فيهم وبتكون فيهم جاهزة بويضة جاهزة للإخصاب أو جاهزة لأنها تتحول إلى جنين. في الوقت ده أو في الكام ساعة دول إحنا بنهتم جداً بحدوث الحمل لو إحنا بندور على حمل، أو بنبعد جداً عن هذه الأوقات لو إحنا مش مهتمين بحدوث الحمل. إحنا هنعمل لنفسنا سجل، عارفين السجل اللي بينزله الراجل كده اللي بيكون بتاع الأرشيف؟ هو بالضبط، إحنا هنعمل لنفسنا سجل بنسجل فيه الآتي. بنسجل فيه الأيام اللي عدت علينا من أول يوم دورة لأول يوم دورة، ونهتم فيها بهذه النقاط، حدديهم واكتبيهم ورايا عشان إحنا مش عايزين نفوت ولا يوم، وعايزين نحاول نكون مهتمين جدا وقريبين منها. الأيام اللي درجة حرارتك فيها اتغيرت عن المعدل الطبيعي وزادت بحوالي نص درجة، الأيام دي محتاجين إننا نسجلها. فإذا إحنا محتاجين نسجل طول أيام الشهر من أول يوم نزول دورة لأول يوم نزول دورة، ونبدأ نشوف اليوم اللي زادت فيه درجة الحرارة وننتبه ليه ونقارنه بالشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. محتاجين على الأقل 3 دورات متسجلين بشكل قوي ودقيق جدا عشان نعرف نحصل على اليوم اللي ظهر فيه مغص في الحوض، نسميها ميليسكيمرز ساين. المهم اننا نسجل الايام اللي حصل لنا فيها مغص ملحوظ وحسينا ان الموضوع في حاجه مش معتاده ما حسيناهاش على مدار الفترات اللي زادت فيها الافرازات في هذه المرحله لازم نسجلها. الافرازات كانت لونها ايه وشكلها ايه على مدار 28 يوم كمتوسط او يوصلوا ل 35 يوم على حسب بعض الحالات او ايا كان عددهم، فاحنا لازم نكون منتبهين اننا نسجل شكل الافرازات، سمكها، لونها، التغيرات بتاعتها، كميتها. يعني الأوقات اللي زادت فيها الإفرازات أكتر بتكون إلى حد ما الأوقات اللي ليها علاقة بالتبويض بشكل أكبر. الوقت اللي حصل فيه ألم في الثدي، يعني بدأت تحسي بتقل شوية كده إلى حد ما، نسجله. الأوقات اللي حصل فيها تورم في الجسم، حسيت إن جسمك وعينيك منفخين كده ووشك مش مرتاح، سجل. الأوقات اللي حصل فيها تغير في الحالة المزاجية، يعني حصل فيها مود انستابيليتي، يعني مثلا بقينا بنكره حاجة بنحبها كنا بنحبها قبل كده، بقينا بنحب حاجة ما كناش بنحبها قبل كده، في حاجة اتغيرت، أو مبسوطة، زعلانة، ديبرست شوية، سجلي هذه التغيرات. وبرضو سجلي التغيرات في الحواس، يعني بعض البنات بيحصلهم في مرحلة كده، مرحلة التبويض، بيكون حواسها أكثر نقاء، يعني حاسة السمع بقت مرهفة شوية، حاسة التذوق بقت أعلى، حاسة الشم بقت أدق. يعني سجلي اللقطات دي ويعني شوفي كده الدنيا هيحصل. الأوقات اللي زادت فيها شهيتك وبدأت تحسي فيها أنك نفسك مفتوحة أكتر من أي وقت تاني، سجليها. يعني انا عارفه ان الواحد بيبقى تقريبا طول الشهر عنده القصه دي، لكن لا، احنا نسجلها وبتبقى ايام ازيد شويه من الايام المعتاده. اليومين اللي حصل فيهم نقطتين دم كده في ميعاد غريب ومفيش دوره قبل ومفيش دوره بعد ولا اي حاجه، سجليهم، سجلي نقط الدم ولونها وشكلها وكميتها، لان دي برده من العلامات اللي بتعرفنا ان في تبويض. دول مجموعه من العلامات والاعراض اللي لو جمعناهم كده هنلاقيهم 10 ويمكن تخطوا ال 10 كمان، ونقول فيهم ان دي علامات بتعرفنا ان في تبويض في هذه الايام، بس مش في مره واحده هنقدر اننا نعرفهم ولا خبراتنا فيهم هتكون عاليه بهذا الشكل في التجربه الاولى، لازم تجربه ثانيه وتجربة تالتة وتجربة رابعة مع مقارنات. يعني كل شهر بنقارن، ده الاعراض دي حصلت في اليوم ال 13، الشهر ده حصلت في اليوم ال 14، الشهر ده حصلت في اليوم ال 12، لا ده حصلت في اليوم ال 18. فبنقارن الاعراض والتغيرات وشكل الحاجة اللي حصلت دي مختلفة ولا هي وثابتة، ثباتها بيأكد لنا ان دي كانت مواعيد تبويض، وعدم ثباتها بيأكد لنا ان دي ممكن يكون ليها علاقة بتغيرات تانية كتير بنتعرض لها في بيئتنا وحياتنا طول الوقت. الحاجات دي مش دقيقة شويتين يا دكتورة، وبنحاول اننا نعملها لكن صعب، وصعب نسجل وصعب نفتكر ومش سهل علينا شوية اننا نكون حاضرين بهذا الشكل. طيب تعالي ما تتميمكيش وما تشيليش هم اي حاجة، تعالي هناخد خطوة تانية اكثر دقة، خطوة اختبار التبويض. اختبار التبويض هو اختبار لطيف جدا، نقدر نجيبه من اي صيدلية محيطة بينا، ونقدر اننا نعمله بتدريب الايام، ونبدأ نقارنه فقط باللون. يعني كل المطلوب منك هي عينة بول، والأفضل إنها تكون عينة بول صباحية في الأوقات اللي ساعدتك فيها للشورت اللي فاتت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التسجيل اللي حصل في الخطوة اللي فاتت دي كان تسجيل رائع،
خلاكي تقريبا عارفه هتستخدمي الخمسه كيتس، لان هو بيجي لنا بخمسه بس، احنا مش هنفضل طول الشهر بنعمل اختبار تبويض، فبيجي لنا بخمسه بس. عارفين اننا تقريبا هنبدا الاختبار بتاعنا من يوم تقريبا مثلا ال 12 تقريبا لحد اليوم ال 16 على حسب انت وصلتي ليه. لا ده انا ببداه من اليوم ال 16 لليوم ال 21، لا ده انا ببداه. انت تقريبا بقى عندك اتجاه هتبداي الاختبار بتاعك من يوم ايه، فارجوكي ما تضيعيش الخمسه على الفاضي ونلاقي نفسنا ما وصلناش لميعاد التبويض، او حصل التبويض واحنا مش واخدين بالنا لاننا ما كناش بنستخدم الكاتس بطريقه صحيحه. وانتبهي جدا جدا للتعليمات اللي بنتكلم فيها عن طريقه اختبار التبويض بالشكل الصحيح بتاعه في هذا. لو ما حسيناش باي اعراض وما لقيناش اي علامات في اختبار التبويض، هل ده معناه ان ما فيش تبويض وان الدوره دي الدوره غير منتجه؟ ده مش للاسف قاعده ابدا، وان التبويض بيختلف وقرارات وتشخيصه بيكون بحاجه دقيقه جدا لكن مش متاحه عند كل الناس، وهي السونار اللي ورايا ده هو ده اللي بيخلينا نقدر اننا نعرف التبويض بمواعيده ومتابعته. ده مش متوفر في كل الحالات ومش في كل الاوقات، لكن هو ده الادق، ده اللي نحكم بيه ونتعامل عليه ونتحاسب عليه ونقول الحاله دي لا هتحتاج مننا البروتوكول الفلاني او الاجراء الفلاني، لا الحاله دي مش هتحتاج اي حاجه، الحاله دي زي الفل. فارجوكي ما تبنيش قراراتك الا على قرار طبي، لكن الاجراءين اللي فاتوا او الطريقه اللي فاتت دي طريقه نعملها للحالات اللي ما عندهاش مشكله، اللي احنا ما عندناش مانع لو انتظرنا شويه، ما عندناش تهديد طبي في عامل الوقت، وعامل الوقت بالنسبه لنا هو في صالحنا اكتر منه في ضدنا. الخلاصه ان لو دورتك قصيره تبويضك تقريبا بيحصل على يوم ال 12 او ال 14، ولو دورتك طويله فتبويضك تقريبا بيحصل على اليوم ال 18 او ممكن ال 17. وفي كل الاحوال احنا عندنا الدرس ده او النموذج ده اللي بيقول لنا ان للاسف ما فيش ابدا قرار. يعني دي كانت حاله عندنا في العياده، والحاله كانت بتتابع تبويض وكان دايما تبويضنا سريع، والدوره اللي فيها كانت تبويض بطيء وحصل بشكل غريب وما كناش متوقعين مع الحمل، هي دي الدوره اللي حصل فيها الحمل. فما فيش قاعده ابدا كده، ما فيش غير حل واحد واكيد، وهو ان على حسب الدراسات نسبه 68% من السيدات بيحصل لهم حمل في بدايه اول 3 شهور من الزواج، وتزيد النسبه دي وتوصل ل 81% مع اكتمال 6 شهور من الزواج. وعلى الرغم ان التبويض مش لوحده هو المفتاح للحمل، لكنه جزء من لغز الحمل نفسه. فلو لسه ما حصلش حمل وعملتي كل التوصيات اللي احنا قلنا عليها، فالنسبة بتزيد لحوالي 95%، وال5% باقيين بينجحوا لما بيلجأوا للطب السليم وللفحوصات الطبية الصحيحة وللقرار الطبي المبني على تاريخ طبي سليم وتنظير عملي للحالة الطبية والنفسية والاجتماعية والشخصية وكل الاعتبارات دي، لأن دي جزء من قرار الخصوبة. فلو لسه ما حصلش الحمل فتعالي كده نحل مع بعض اللغز ده، هتلاقي اللغز موجود في الرابط ده او في الرابط موجود في صندوق الوصف، بنمشي فيه كده في خطوه بخطوه كده، وبنحاول نديكي فيه زي اشارات في الطريق، بنعرف حالتك وبنسمع منك، وبعد كده بنبدا نقول لك ان افضل خطوه او احنا بنرشح لك حاجه المناسبه لحالتك اللي بناء عليها هنحاول ان شاء الله نساعدك في هذا المشوار. ولو الدرس ده افادك فاضغطي علامه اللايك، شاركيه للاخرين بدل ما هم بيلفوا في محتوى مش مفيد وفي حاجات منهم بتشتتهم للاسف وبتديهم معلومات خاطئه ومضلله. فعائلتنا الجميله يا اهلا بيكم ان انتم وصلتوا لاخر الدرس، عشان كده دايما بقول كلمه عائلتنا، دايما اللي بيوصلوا معانا لاخر الفيديو هم اقرب ناس لينا. فطبعا ما تنسوش الهديه الجميله اللي احنا متعودين عليها في كل درس، وتقدري توصلي لنا بكل الطرق الممكنه والتوصيات اللي موجوده في صندوق الوصف. نشوفكم على خير في الدرس القادم، ليكم مننا كل دعوات الدنيا بالصحه والسعاده والسلامه والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.